شهدت مبيعات السيارات الكهربائية قفزة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في ظل التنافس الكبير الذي تشهده هذه الصناعة بين معظم شركات السيارات الكبيرة والمتوسطة وحتى الناشئة. فقد كان العام 2022 عاماً تاريخياً لهذه الصناعة مع تجاوز الإنتاج السنوي للسيارات الكهربائية 10 ملايين وحدة لأول مرة على الإطلاق، ارتفاعاً من 6,700,000 سيارة في 2021. لكن صناعة المركبات الكهربائية خلال العام 2024 شهدت تطوراً سريعاً وتنافساً حاداً أكثر من السنوات الأخيرة، إذ تؤكد وكالة الطاقة الدولية أن السيارات الكهربائية ستشكل خمس المبيعات العالمية في 2024. ويأتي هذا التأكيد مع تركيز الشركات على تطوير بطاريات الحالة الصلبة والتي تعتبر أسرع شحناً وأطول مدى سير وبأسعار مماثلة للمركبات الكهربائية الحالية التي تعمل ببطاريات الليثيوم السائلة. تعد بطاريات الحالة الصلبة تقنية واعدة وتمتلك إمكانيات هائلة لثورة مقبلة في عالم السيارات الكهربائية، وتتميز هذه البطاريات بتوفير كثافة طاقة أعلى وأوقات شحن أسرع ووزن أخف واستقرار أفضل وسلامة أكبر والتحكم في درجة الحرارة والمتانة وطول العمر الذي سيكون أكبر والأثر البيئي المنخفض، وهي ميزات قد تؤدي إلى خفض تكاليف تصنيع السيارات الكهربائية الحالية وجعلها في متناول أيدي المزيد من المستهلكين. لكن هل ستساهم بطاريات الحالة الصلبة فعلاً في تخفيض أسعار السيارات الكهربائية على المدى القريب؟ لقد أثبتت تجارب العديد من مقتني السيارات الكهربائية العاملة ببطاريات الليثيوم السائلة أن القيمة السوقية للمركبات الحالية مبالغ فيها وأن أسعارها تنخفض بسرعة في السوق بعد فترة قصيرة من الاستخدام، كما يشار إلى ارتفاع تكلفة بطارياتها إذا تراجعت كفاءتها المتوقعة بعد 5 سنوات أو 150,000 كيلومتر من الاستخدام. إن أهم ما يثير مخاوف المستهلكين بالإضافة إلى التراجع المستمر في أسعار السيارات الكهربائية الانهيار المنتظر بشكل كبير في حال بدء استيراد السيارات التي تعمل على بطاريات الحالة الصلبة، وهو أمر قد يسهم بشكل كبير في إعادة التفكير والتمهل عند شراء المركبات الكهربائية وانتظار وصول المركبات ذات القدرات الأعلى على قطع مسافات أطول إلى جانب كفاءة استهلاك الكهرباء أثناء عمليات الشحن اليومية. إن عالم المركبات الكهربائية يشهد تطورات متسارعة ومن المتوقع أن يشهد المزيد منها في المستقبل القريب، وهذا نتيجة للتنافس الكبير بين كبرى شركات تصنيع المركبات العالمية لتطوير هذه الصناعة، وبذلك تصبح قيمة المركبات السوقية متغيرة وغير ثابتة ومرتبطة بسرعة التطور والتنافس بين الشركات. في الختام، قد لا تكون السيارات المنتظرة مثالية وخالية من العيوب، لكنها بحسب المختصين ستحدث ثورة جديدة في مضمار التنافس المحموم بين صانعي السيارات الكهربائية. وهنا علينا أن ننصح المستهلك بالتأني وعدم التسرع في شراء المركبات الكهربائية في الوقت الحالي بسبب التحديات التي تواجه أسعار السيارات الكهربائية الحالية، ناهيك عن تلك التحديات التي ستواجهها في المستقبل القريب مما قد يزيد الخسائر نتيجة لانخفاض القيمة السوقية الذي سيقود إلى ركودها أو خسارتها بشكل كبير. We'll be right back.